تراد والسيد الأمين العام لحزب الإصلاح أحد أحزاب الأغلبية في موريتانيا، أهلا وسهلا بك. شكرا. المنتدى يطالب بتقديم تصريح رسمي من الرئيس يكون واضحا بخصوص المأموريات، هل يستجيب النظام لهذا الطلب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الكريم. الرئيس كان واضح في خطابه، قال عنه لن يكون عقبة في وجه الديمقراطية، كررها وقال لن أكون عقبة في وجه الديمقراطية. من مطلوب من الرئيس غير هذا؟ قال صراحة نهارا جهارا أمام الملأ وأمام الناس أنه لن يكون عقبة أمام الديمقراطية، قالها وكررها أنه لن يكون عقبة أمام الديمقراطية. شيء ضمانات فوق هذه المطلوبة؟ بخصوص المأموريات، تصريح بخصوص المأموريات، هذا ما يطلبه المنتدى. لا لا، المنتدى لا يدير إلا العرب أمام الحصان. وقت ما أتى الحق رئيس منتخب مزات 3 سنوات مرحلته، ما قال عنه لا يبغى مأمورية ثالثة ولا رابعة ولا خامسة، قال أنه لن يكون عقبة أمام الديمقراطية. الوقت ما يصل إني الحق، أنا ما نعرف الناس الخالعة شنو عنده تخوف، غير الناس طابع للاستبداد والناس طابع لظل في نظيم البائدة اللي كنا نعيشه هنا. هني جات اليوم نظام ديمقراطي ورجل وطني ولا يجيب لي موريتان عتلاهي هم توقف عقبة أمام مصيرة البناء ومصيرة الديمقراطية. لن ما لا حد يوقف هون قدام مصيرة البناء ولا يوقف حد هون قدام مصيرة البناء. المسيرة متواصلة وماشية قدام، ونحن إلى الأمام سائرون إن شاء الله لبناء موريتانيا ديمقراطية موحدة للجميع إن شاء الله. نعم. المنتدى طالب الرئيس الموريتاني بالاعتذار عن تصريحاته بخصوص الاسترقاق باعتبارها تسيء إلى شريحة مهمة من شرائح المجتمع الموريتاني، كيف ترون ذلك في الأغلبية؟ أنا قاعد نختار نعرف هاي الناس اللي في المعارضة، أنت عاد تتكلم عن العبودية ولا تتكلم عن الاسترقاق؟ ومالها كانت يامس في الأنظمة وكانت تتأيد الاستعباد والاسترقاق، ني عاد اليوم الاسترقاق مات لخال وقطع عليه محمد عبد العزيز بإرادته السياسية، وين عاد اليوم اتياها عنده آلية وسياسة واضحة لمكافحة اثار الاسترقاق اللي هي المشكلة الحقيقية اليوم اللي نعانوا منه. محمد عبد العزيز ما قال كلمة زحلاطي؟ في مثل حسان الشايع عن مسكين عن مشكلته في مؤخرته، مثل حسان الشعبي تعرفوا الناس كاملة وما حدد شريحة معينة. قال عن هذا من اسباب التخلف، قال يلا يخلق وعي مدني ويلا يخلق تنظيم الإنجاب وتنظيم الولادة، وهذا قاع سولوا عنه القابلات اللي عندهم جمعيات، وسولوا عنه المجتمع المدني اللي واحد يعبئ الناس يوميا. إذا ما تعود ردة فعل المجتمع المدني اللي يعبئ الناس يوميا اللي عندهم يلا ينظموا الولادة، إذا قال رئيس الجمهورية عن يلا تم تنظيم النسل، هذا عنده وعي مدني درجة عالية من الوعي المدني. يعود رئيس الجمهورية يتوالى هاي المسؤولية، يلا نشكروا عليها كامل، ولا فهم شريحة حددها رئيس الجمهورية ولا اسمها بشي سوى شنو، وهون واحدين خطابهم فلس سياسيا وعاد متباركين لا يلعبوا عليه الخطاب الشرائحي هذا، ما قطوا عاد يتكلموا عن العبودية ولا قطوا عاد يضروا عن الاستعباد. نعات اليوم العبودية ما تتخارق الخارق لا مخلفاتها وعندها ترسالة قانونية وعودك رادعة وندارت في الدستور وعدلت لها محاكم خاصة وعدت دولة جادة في مكافحة مخالفات الاسترقاق وعدلت وكالة التضامن وعدلت صندوق الدعاء والتنمية ومفوضة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. عادوا هم اليوم اتياها هامهم يتاجر بالقضية، ما تلا حد يتاجر هون بحد لا تلا حد يتاجر بنا. احنا عندنا مشكلة قالوا مخالفات الاسترقاق وهم إرادة سياسية صادقة وجادة من رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز، ونحن ماشيين فيها إلى الأمام. أو الناس ما قطعوا عاد يتكلموا عن الاسترقاق هذا الطاري طلع لهم شنو هم كانوا يامس 16 كانوا يقولوا. نعم. رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية اعتبر أن المعارضة هبطت بالخطاب السياسي إلى أدنى مستوى ويتهمها بالحقد والضغينة، أليس في الاتهام تناقض مع الدعوة إلى الحوار؟ لا فيه تناقض، الدعوة واضحة وجهها رئيس الجمهورية الحوار وقال الناس يلا تجي الحوار، وأعلن بعد 3 أسابيع لأربع أسابيع يبدأ حوار وطني حقيقي شامل وأعلن أنه مفتوح قدام الناس كاملة يلا تجي. فعلا كما قال رئيس الاتحاد الجمهوري سيد محمد المحام المعارضة عنا هبطت خطاب شور مستوى ديني حتى عتهم تفرق المجتمع ودعوا عن رئيس الجمهورية عن يستهدف شريحة من مجتمعه. الجمهورية هو الشريحة، ما قط قعرات حد يعطيها أهمية ولا يعطيها قيمة ولا يدافع عنها ولا 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 يعطيها قيمة كبيرة ويعددها مشاريع حقيقية وهامة وهادفة. ما هو محمد عبد العزيز اللي قط خلق سابقه شنو؟ قط عند حد شعدله شنو؟ حقيقة كون تقوم المعارضة اللي برا عنها معارضة وأعلنها تمثل الشعب تقول عنها اليوم تصبح تنزل بالخطاب شور هذا المستوى من الهبوط هذا
مستوى دني حتى وردي حتى مول. وصدق سيد محمد المحمد رئيس حزب الاتحاد من الجمهورية أنها هبطت. نعم. رئيس لأدنى مستوى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يعلن الاستعداد للانخراط في الحوار، والمنتدى يقول إنه غير معني بهذا الحوار، إذا مع من سيتحاور النظام؟ النظام سيتحاور مع كل وطني مستعد للحوار من أجل موريتانيا، من أجل الوطن. الغير مستعدين للحوار إذن لا يريدون المصلحة لهذا البلد، لا يريدون المصلحة لهذا الوطن. يقول رغم أن في الجميع سنجري حوارا إن شاء الله وطنيا شاملا يشارك فيه الجميع من أراد، وستتقدم موريتانيا إلى الأمام، وسيكون هناك حوارا وطني حقيقي وصرح فيه جميع القضايا. والمحام قال كذلك إن الأغلبية ستطلق حملات لشرح مضمون خطاب رئيس الجمهورية. هل هو ردة فعل على مسيرة المعارضة وردها على خطاب الرئيس؟ المعارضة حقيقة عينها هبطت شمل الهبوط اللي مو في المستوى، وحاست إلى خطاب رئيس الجمهورية قالوا أمام الملأ وما استهدف أي شريحة، وعادوا مع خطاب مفلس. بارك عادوا قاضين خطاب الشرعي، ما انت عاد يتكلموا على العبودية. منين فلس خطابهم؟ لا ترى عندهم خطاب، ولا ترى عندهم شيء قانع مجتمع، ولا قانع اي مواطن. رجعوا اليوماتية عاد يتكلموا على الاسترقاء. هم معروفين واحد واحد وتاريخهم معروف ونحن نعرفهم. هذا التشويش العدل هم المواطن العادي، المواطن البسيط الموريتاني العفوي فعلا للحملة اللي قال رئيس حزب الاتحاد من اجل الجمهوريه السيد محمد المحام يجب ان تنطلق هذه الحمله، لان نعم. هناك تشويش حقيقي من ناس عندها اجنده لا تخدم الوطن ولا تخدم المواطن ولا عندها فيه مصلحه، والناس نعم. افلس خطابها ولم يعد لديها خطاب، واصبحت تبحث عن 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 عن, عن, عن ما تقوله ولكنها افلست. نعم. تراد والزيد الامين العام لحزب الاصلاح احد احزاب الاغلبيه في موريتانيا، شكرا جزيلا لك.